ديبلوبيا ان هو يشوف الصورة اتنين. طيب associated congenital anomalies as epicanthus should be treated first. طبعا الابيكانساس يعني مش مشكلة قوي، ممكن نعالجه ممكن لا، لكنها بتبقى هنبقى نشرحها في السكوينت يعني بشكل عام. الابيكانساس يعني كده على السريع ان بيبقى فيه حتة كده بالمكان ده جاية بالمنظر ده، حتة جلد زيادة جاية في الحتة دي، فبتديك احساس ان العين عندها حول لكنها مش حولة. طبعا الكلام ده هناخده في السكوينت. طيب ايه هي العمليات اللي انا بعملها عشان اعالج التوزس او الكونجنتال توزس؟ اول حاجة الفيتر تاكينج، او ممكن نسميها مثلا تاكينج بمعنى كلمة ثانية ان انا بتني العضلة، لكن برضو ممكن نسميها فاسينيلا سيرفينتي اوبريشن، ممكن نلاقي كتاب عندنا كاتبها كده. الفكرة فيها الفيتر تاكينج او الفاسينيلا سيرفينتي اوبريشن ان انا باجي، طبعا ديت الفيتر ماسل اهي، اعملها باللون الاحمر او اللون يكون اصفر مثلا عشان تبقى واضحه، دي الليفيتور ماسل اللي انا ماشي عليها دي. طيب الليفيتور ماسل بتيجي هنا، طبعا المفروض ان في هنا ايليد بالمنظر ده، بتمسك في الترسس، وبعد كده بقى كل ما تشد لورا تقوم ايه الجفن يترفع لفوق. طيب الفكرة ان انا بقطع جزء من الترسس وجزء من الليفيتور بحيث ان يحصل شوية شورتنينج، باجي اقطع جزء من هنا من الليفيتور وجزء من الترسس، بيحصل شورتنينج فتبقى الجفن يترفع لفوق شوية. طيب في حاجة تانية اللي هي الليفيتور ريسكشن، بنسمي لها يعني هي نوعين، اما بلاسكوفيتش او ايفر بوش اوبريشن. الانديكيشن بتاعتها مودريت توزس اند جود تو فير ليفيتور فانكشن. البرنسبل ريسكشن ادفانسمنت اوف ليفيتور ماسل تو سترينثن ذا ماسل، ببساطة ان احنا بنعمل شورتنينج للليفيتور ماسل. طيب بلاسكوفيتش وايفر بوش ايه هما؟ البلاسكو يعني مش مطلوب يعني احنا نعرفهم اسامي بس، لكن الفكره فيهم ان انا وقت عايز اعمل شورتنينج للليفيتور ماسل، انا ممكن اوصل الليفيتور من هنا من فوق من عند الجلد او من جوه من عند الكونجنكتيف. فعلى حسب الطريقه اللي انا هوصل بيها للليفيتور بيختلف اسم العمليه ما بين بلاسكوفيتش او ايفر بوش. فلو انا هخش ترانسكوتينيوس يعني هخش من بره كده، دي بنسميها ايفر بوش. لو انا هخش ترانس كونجنكتيفال من تحت كده من جوه الكونجنكتيف عشان اوصل للفيتور، دي بنسميها بلاسكوفيتش. مش مطلوب نعرف اكتر من كده. واحد هيقول لي الفرق بين دي ان الليفيتور تاكينج او الفاسينيلا سيرفينتي والليفيتور ريسكشن، هنا بنشتغل على الترسس و الليفيتور ماسل او المولرز ماسل بالتحديد، انما هنا بنشتغل على الليفيتور بس. طيب العمليه الثالثه لكن عمليه غريبه شويه اسمها الفرونتاليس سسبنشن او الهيس اوبريشن، دي بنعملها في حاله سيفير توزس مع الليفيتور مش شغال، بور ليفيتور فانكشن. برينسيبل سسبنشن اوف الابر اي ليد تو فرونتاليس ماسل باي اندوجينس اور اكسوجينس ماتيريالز ات كوزس كورنيال اكسبوجر. اللي بيحصل هنا اللي بيحصل ببساطه ان احنا عندنا واحد الليفيتور بايظه خالص، بور ليفيتور فانكشن، انما احنا في اللي قبلهم كان في هنا جود ليفيتور وفي جود تو فير يعني ممكن تشتغل، لكن هنا الليفيتور بايظه خالص. فاللي بيحصل ان الليفيتور مش شغالة، فبنيجي هنا نمسح الحبر الاول. طيب دي كده الليفيتور، فرض ان دي كده الليفيتور اهي. طيب انا عندي الليفيتور مش شغال، عندي هنا الفرونتاليس ماسل، انا باجي بجيب زي سلك، هنا الفرونتاليس ماسل طبعا السلك ده بعمل له اكستنشن من هنا من الفرونتاليس يروح يمسك في الابر اي ليد بالمنظر ده، بحيث ان العيان لما يحب يرفع الليد بتاعه بيشغل الفرونتاليس بس تقوم يقوم يترفع لان الفيتور مش شغال. الكونترا انديكيشن اوف السيرجيكال كوركشن، ابسولوت كونترا انديكيشن لو عنده كورنيال انستيزيا، وريلاتيف كونترا انديكيشن لو عنده دراي اي سيندروم او توتال سيرد نيرف بولسي. يعني الكونترا انديكيشن دي مش مكتوبه في كل الكتب فنحفظها يعني نقراها كده وخلاص مش هنخسر حاجه. يعني الاكوايرد توزس او التوزس اللي نتيجه تروما او انجري او ديزيز، الميكانيكال توزس ريموف اوف تيومر لو هو بسبب تيومر، لو هو بسبب كاليزيون ريموف اوف كاليزيون، لو هو سكار نحاول نقلل حجم السكار شويه بحيث يقلل حجم يقلل وزن وتقل الجفن فما ينزلش.
مايسينيا جريفيس علاجها من ايام ما كنا بناخد فيسيولوجي كان هو بروستجنين المين تريتمنت. البارالتيك توزس بنستنى 6 شهور ممكن يحصل ريجنريشن للنيرف، لو ما حصلش دي ريجنريشن بنبدأ نخش في السيرجيكال تريتمنت. انفوليوشنال توزس اللي هو بسبب تأخر السن، الليفيتور ابونيوروسيس ريبير بنصلح الليفيتور ابونيوروسيس او الليفيتور ريسكشن ان احنا بنقوي العضلة زي ما قلنا من شوية. ندخل على موضوع يعني في كده شوية مواضيع منفصلة، ميسيلينوس لاجوفسالموس والسيمبلافرون والليد إديما، يعني شوية مواضيع كده في آخر الشابتر مش بيتصنفوا تبع حاجة لكنهم ريليتد للأيلاد. أول واحد فيهم اللي هو اللاجوفسالموس. اللاجوفسالموس definition incomplete closure of الأيلاد. نبص كده على الرسمة دي، دوت عيان عينه الشمال ودي عينه اليمين، لما قلنا له اقفل عينك هنلاحظ ان العين الشمال اتقفلت كويس، انما العين اليمين فيها مشكلة مش قادرة تقفل للآخر. هي ممكن تقفل لو عمل سيفير كلوجر، لكن في النورمال كلوجر اللي هو كأنك كده جاي تنام بتغمض عينك يدوب بس بتعمل ديبريشن للأبر أيليد، انما مش بتحرك الأوربيكولاريس ماسل مثلا. فالعيان في حالة حرك الأوربيكولاريس او عمل سيفير كلوجر اوف الاي ممكن تقفل معاه، لكن في النورمال كلوجر مش بتقفل معاه. طيب ايه هي اسباب اللاج اوف سالموس؟ فيسيولوجيكال لاك اوف اوربيكولاريس تون ديورينج سليب، الاوربيكولاريس مثلا مش قافله قوي وبالتالي بتفك والانسان نايم، فعين تفتح من اوربيكولاريس باراليسيس از ان بيلز بولسي. دي طبعا بيلز بولسي مرض مشهور جدا، ويعني احنا هناخده في هنا يعني هو اتذكر هنا بس كده، لكن في الاي ان تي هناخده بالتفصيل وحتى احنا نعرفه في حياتنا. بيلز بولسي او بنسميه السيفنس كرينيال نيرف باراليسيس، بيحصل شلل في العصب السابع. فطبعا من اهم اعراضه ان العين بتكون مفتوحه، وكمان بيحصل ان الوش بيتعوج وحاجات تانية هناخدها في الاي ان تي. البارالتيك اكتروبيون زي ما اخدنا في اكتروبيون ان ممكن الاكتروبيون كان فيه تايب او كوز زياده عن انتروبيون اللي هو باراليتيك اللي هو ده زي ما كنا شرحنا، ان مع الاوربيكولاريس ما بقتش شغاله كويس وبالتالي الجفن هيلف لبره كده ويعمل عندي ايبيفورا ويعمل عندي اكزيما ومور اكتروبيون الدايره الاي اللي احنا قلناها. سكارينج اوف ذا ليد وكلوبوما اوف الليد. كلوبوما طبعا يعني ايه كلوبوما؟ الكلوبوما ان في عندنا كلوبوما اوف ليد وكلوبوما اوف ايرس، لكن كلمه كلوبوما في حد ذاتها ان بيكون في جزء ناقص، وفي ممكن صور نلاقيها دوروا على النت تكتبوا كلوبوما اوف الايليد او كلوبوما اوف ايرس هنلاقي مثلا ان الليد جاي كده وبعدين في حته اتقطعت منه وبعد كده كمل، يعني نلاقي الحته دي كلها متشاله بالمنظر ده مش موجوده، دي بنسميها كلوبوما اوف ذا ليد. فطبعا الواحد اللي عنده كلوبوما كده كده هيفضل عينه مفتوح ليه؟ لانه حتى لو حاول يقفل عينه في جزء في الليد مخروم وبالتالي العين تعتبر مفتوحه واي حاجه ممكن تدخل على العين. البروبتوزس اللي هو العين بتكون طالعه لبره، البروبتوزس لما تكون العين طالعه لبره الجفن لو حاول يقفل مش هيقدر يقفل العين لانها طالعه لقدام قوي، حتى نفس يعني بصوا على الصوره دي كده العين تحسوها طالعه لقدام وبالتالي الجفن لما يجي يقفل مش هيعرف يقفل لان العين طالعه لقدام او بنسميها بالمصري كده بظه لقدام. في ديت طبعا بالنسبه للوكال كوزس، الجنرال كوزس سيفير illness اند ويكنس اوف المسل. الكلينيكال بيكتشر زي ما احنا شايفين هنا، ديت واحده طبعا واحد مش عارفه تقفل عينها. كلينيكال بيكتشر في مايلد كيسز كونديشن از اوفركم باي فورسبل ليد كلوجر، زي ما قلنا من شويه ان العيان ده ممكن لو حاول يغمض عينه جامد قوي تقوم تقفل معاه، انما في السيفير كيسز مهما حاول يقفل عينه مش هيقدر، اوربيكولاريس ضعيفه جدا ومش قادر يغمض عينه نهائي، يعني حتى في السيفير كيسز حتى لو عامل يعمل فورسبل كلوجر مش هتقفل معاه. هنلاقي ان العيان ده برضو عنده ايبيفورا بسبب ان ممكن يحصل عندي اكتروبيون او العين مش بتقفل وبالتالي الدموع مش بتتحرك، احنا عارفين ان حركه الجفون برضو كومبليت كلوجر اوف الايليدز بتكون يعني بتساعد الى حد ما في حركه الدموع، فانا لما مش بتقفل خالص الدموع ممكن تطلع لبره. كيراتيتس والسريشن بسبب الزيروزس اللي حصل، العين مفتوحه الدموع بيحصل لها ايبيفورا وفي نفس الوقت متعرضه للهواء طول النهار فبتنشف وبالتالي يحصل عندي زيروز ما عادش في دموع ما عادش في بروتكشن، اقل اورجانيزم ممكن يعمل عندي ايه كونجنكتيفايتس
ويعمل عندي كيراتايتس، وبعد الكيراتايتس نقول ulceration. exposure keratopathy كنا شرحناها في شابتر القرنية. exposure of cornea during sleep leads to dryness of lower third. قلنا lower third بسبب حاجة بنسميها البلز فينومينا. دلوقتي العيان اللي مش قادر يقفل عينه، عينه مش بتتقفل كويس أثناء النوم. أثناء النوم العين بطبيعتها بيحصل إن كل عين is deviated upward and laterally، بتطلع بالمنظر ده، بتتحرك كده بحيث إن القرنية بتبقى بتروح لكده زي ما السهم مشاور، وهنا برضو القرنية upward laterally بتتحرك بالمنظر ده. دوت نورمالي لما أي حد بينام. فتخيل أنت واحد نام وجفنه مش بيقفل، القرنية هتتحرك لفوق كده. طيب نرسم القرنية، بعد ما تتحرك لفوق هيبقى مكانها فين؟ بعد ما تتحرك فوق هيبقى مكانها كده مثلا، كده وكده. هنلاحظ دايما ان الجزء التحتاني من القرنية وهو في الغالب بيكون اللور ثيرد بيكون اكسبوزد، لان العين بتبقى مفتوحة عنده، وبالتالي الجزء اللور ثيرد دوت دايما بيحصل له افكشن او بيحصل له كاراتيتس و انفلاميشن و ulceration. طبعا الكلام ده مكتوب هنا، الابر تو ثيرد اوف كورنيا از بروتكتد باي فيسيولوجيكال بروتكتيف ميكانيزم اللي هي بيلز فينومينا رولينج اب اوف اي ديورينج سليب، ده اللي احنا قلنا عليه من شويه. ازاي بعالج اللاج اوف سالموس او الجفن اللي مش راضي يقفل؟ اول حاجه بعالج السبب اللي هو فيشل بولسي، ما اروحش مثلا اقول له او احط له باتش على عينه واقول له يلا انت بقيت كويس، لا ده هو الفيشل بولسي السبب. يبقى لما اروح اعالج الفيشل بولسي يبقى دكاتره شاطرين وما نعالجش السيمتومز، احنا نعالج الكوز. طيب البروتكشن اوف كورنيا اهم حاجه طبعا، العيان اللي عنده فيشل بولسي من ضمن الحاجات اللي بنديها له ان احنا نحمي القرنيه لان تبقى مكشوفه. لو واحد عنده لاج اوف سالموس بسبب فيشل بولسي نديله علاج للقرنيه مؤقتا لحد ما نعالج السبب، وفي نفس الوقت برضه لو عنده اكسبوجر للكورنيا لاي سبب تاني برضه لازم نعمل بروتكشن. البروتكشن ده عن طريق جلاسز اور كونتاكت لينس، ودورنج سليب بنعمل اي اوينتمنت. الترسرفي، الترسرفي يعني عمليه غريبه شويه قلناها في كذا مره قبل كده. it may be media lateral or median temporary or permanent، زي ما احنا شايفين كده بنعمل زي بنخيط الجفون مع بعضها، والتخيطه دي بتبقى اما ميديال او لاترال او ميديان في النص، temporary مؤقته او للابد زي ما احنا شايفين الصور دي يعني بتشرح لنا ازاي عمليه تتعمل. دي ده كده في الاول بندخل خيط من تحت، وهنا الخيط برضو بيكمل لفوق، بعد كده بنحط زي حاجه كده بتعمل سبورت للخيط فوق هنا وتحت هنا برضو بس، وبعد كده بنشد يقوم الحاجتين دول اللي هما بيعملوا سبورت يقربوا من بعض قوي، لما يقربوا من بعض يقوم الجفن يقفل بالمنظر ده. فانا لو عملت مثلا ناحيه واحده ناحيه النوز تبقى ميديالي، ناحيه الاير تبقى لاترالي، ولو في النص تبقى ميديان على حسب حاله العيان وهو محتاج ايه بالظبط.